trovo non è ma il canale va a posto a prendere e io mi ha برجلي البلولة بتتقطع يلا 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 انا خايفة على الضيق يلا اعوذ بالله رايح الله الدروع يجي عليك لا يا حبيبي الوزة يا جماعة رايح عملت المرحلة بتاعتنا تخيل انت احساسك لما تكون عايز تعمل ايه ويجي لك ايه كده 3-3 يا جماعه شكلنا مش مفيش حد ما هيخسر كلنا هنتعادل كل مره دي المرحله الرابعه كده واحنا 3-3 زي ما احنا كل مره بننزل انا المره دي بقى احط كده واقفل رجلي على بعض لا اعملي بقى اصبر لا اصبر ليه فرصه يلا ايه ده لا صعبه ايوه انا مالي اللعبه عليا وعليكي لا ايديك يا ماما هيدي لحد 20 لو ما عرفتيش هيتنفذ عليكي الغلط واحد لا قوم اقفي صعبه وربنا بالراحه اربعه خمسه سته اوعي ايديكي سبعه كده ثمانيه تسعه اصبر معاك عشره 11 12 13 14 15 اصبر 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 16 17 مش عارفه لا 18 ودلوقتي يا جماعه رايا فشلت في المحاله بتاعتها هضربها في بطنها حطيت لها بالونه في بطنها بسم الله بطني بتوجعني اصبر مش هحط دي تحت تحتها ولا فوطه يلا ما توعي يا صفا واحده يا مصطفى طب يلا تعالى حطها وانا كده في ايدي كده 3-3 ودي المحاولة بتاعتي انتوا شفتوا طبعا انا عملت ايه في رواية يا رب ما تعملش فيا كده شفت بقى ربنا واحد اثنين ما عدلتلكيش بسرعة اهو اقعد شوية سيلي ايدك ربنا انت عملت معايا كده لا والله اوعى لا انت بتعمل حاجة بضوافرك واحد ما تحاولش اثنين ثلاثة أربعة خمسة
ايدك يا مصطفى. سبعة تمانية تسعة. الخمسة خمسة صح؟ احنا كم كام؟ أربعة تلاتة ليه؟ هو أربعة ولا تلاتة؟ أصلا أنا ممكن مش مسامحة. المرحلة الخمسة دي صعبة جدا على فكرة. هنحطها كده وندب دماغنا في الباب وممكن دماغنا تفتح. معرفش يلا نشوف. هو أنا كل ما عملت كده وأنا اللي بختار. همسكها بس. واحد اثنين ثلاثة شيل ايديكي. والله سلام. أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية افتحوا الباب. تسعة عشرة أربعتاشر طبعا انا مكمله. يلا يا جماعه دوري طبعا شعري مليان. شوف كان قاعد بيضحك عليا. يلا دلوقتي يا جدعان خمسة تلاتة ليا. يلا هعاقب دلوقتي. والله العظيم انا مسامحة. عفوا عني يا جدعان والله عاقبها. اعملي حاجة تانية. لا اعملي حاجة تانية مش دي. يعني كده ايه؟ طب بطني وانا ارزعها بالشلوت. لا بطني لا. خلاص نسيها. انت كده ماما اضربها. هو الاخير يرد. لا بس حتى لو ما اتفرقتش بس هضربك مرة واحدة. لا يا باشا مناخير. مش مناخير حتى كده عندك. لا يا مصطفى لا. لا والله اختار حاجة تانية. حطها كده بيضة واحدة بقى عاملة الناس لو تحط البيضة هنا. خلاص يا جدعان دي اصلا اخر مرحلة. انا اللي كسبت دلوقتي. هعمل اعلان العقاب الاخير. بص البالونة متعلقة فين؟ بتاعت اهو يا جدعان. انا خدت بصوا خط خط في وشي. بص يا جماعة مصطفى دلوقتي هيعمل فيا العقاب. هتعمل فيا ايه؟ هتحطه في عينيا. بص يا جدعان بص يا عينيا. انتوا مش شايفيني. عينيا ورمت. وريني. ورمت. هو ده باين اصلا. يلا روحي وانتي اختاري نفسك. كده بالظبط كده حلو. اختاري لنفسك عقاب. اختاري لنفسي عقاب. اصبر ده في تاني. انا فرقه عادي من غير ماشي. بس انا بفكر في العقاب اللي هو يعمل فيه. لا لا فكري من اللي الحمار لا اسيب جيمي عشان ما ادري في اثنين تانيين. في ثلاثة اهو. يلا وهي تمسكي دي وتمسكيها كده ونرزعها بالشوكة. بطني زي المرة الأولى. بطني لا بطني والله بتوجع. والله الشوكة. طب خلاص يا جدعان ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل كل جديد. اهو ده كله اضغطوا لايك للفيديو ده عشان يوصل لخمسه لايك. شوفوا بقى انتوا عايزين توصلوه لايه. يلا سلام.